كنت صغيرة ما نعرف حيا واللي جاني صعيب بابا يتلقاه حتى كبرت وعاد ما يسمح فيا حرمي وعرما قدر واحد يصفاه يرقدني ولدي روح مسامية وما يرقدش الليل ياتيني بغطاه يرقدني ولدي روح مسامية ما يرقدش الليل ياتيني بغطاه حتى يوم فراق حد من الدنيا راح سكن في الدايمة والعجل الداه خلاني ومشى هزمني يا خويا من بعد الحياة والأب فقدناه جو العزايين من كل ثنايا معظم ذاك اليوم بابا فارقناه طلبة مجمولين تقرا في العايا وسهروا طول الليل يتلو كلام الله طلبة مجمولين تقرا في العايا سهروا طول الليل يتلو كلام الله فدناه المخلوق من بعد ضحية في دار الغربة مشينا خليناه وتمسى مثل القمر بعد عشية بعد انطاح الليلة ما شفناش ضياه نطلب ربي يرحمو آل العليا وبجاه الرسول واصحابه في إذاه وتمسى مثل القمر بعد عشية بعد انطاح الليل بابا فارقناه نطلب ربي يرحمو آل العليا بجاه الرسول واصحابه في الجاه بجاه الواصلين واصحاب العايا والشهداء وما نخلف وطنه بشقاه هذه الكلمة خاصة بالنسبية وجمع ولد الحلال يعرفها كيفا يا وجمع ولد الحلال يعرفها كيفا هذه الكلمة خاصة بالنسبية وجمع ولد الحلال يعرفها كيفاه نختم ذو الأشعار نذكر سمايا وإذا نقدم ليك ذي الشاعر بسماه شيخ محمد جاب هذا القاصية يا وبين الأغاني انضم صوته وغناه شيخ محمد جاب هذا القاصية بين الأغاني نظم صوته وغناه نهدى ذي التاريخ للسامع ليا ومن مدع الوالدين مولاه رضاه نهدي ذا التاريخ للسامع ليا من طاع الوالدين مولانا يرضاه واللي يسمعها يان يرحم عليا ولابد من الموت يا عباد الله واللي يسمعها يرحم عليا لابد من الموت يا عباد الله وطلبتك يا خالقي تغفر لي وانا عبد ضعيف حكمك نترجاه وبجاه اهل الخير واصحاب العايا
وبجاه الصالحين جاه أتم جاه يا وبجاه الصالحين جاه أتم جاه وبجاه للخير ناس الصوفية وبجاه الصالحين جاه تامن جاه نختم قولي بالنبي سيد رقية محمد الهاشمي رسول الله نبدأ باسم الكلام يا سامع ليا ويبكي معايا من بكى ودع بأبان